أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أصلي في البيت أحيانا بلباس عادي وخفيف لا أخرج به. بلباس عادي عادي نعم إيه؟ وخفيف لا أخرج به، وعندما أذهب للمسجد ألبس لباسا لائقا، فهل يعتبر هذا من الرياء؟ لا، ليس من الرياء. يبرز للناس، يبرز بصفة جميلة. وأما الذي في بيته يلبس اللباس الساتر لعورته وإن لم يكن لباسا جميلا، ولكن الأفضل أن يلبس اللباس الجميل في الصلاة حتى في بيته، هذا أفضل. نعم.